صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التسبيح بقول القائل سبحان الله عدد الشجر وعدد النجوم وعدد السكون وعدد خلقه؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، وله أجر، لكنه ليس كمن عدد التسبيح بمئة أو بكذا. لو قال سبحان الله 100 مرة، ما هو مثل ما لو سبح الله 100 مرة. على كل حال يجوز يقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ملء أرضه وسمائه، سبحان الله، لا بأس بذلك. نعم.